عليكم الغزالات ديولي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الشهيوة اللي الصراحة شهيوة من هالنيس، كتجي غزالة وكتجي رائعة. بالنسبة اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم واحد ميني باغيت اللي هو كيجي بواحد الحشوة كيف قلت لكم رائعة رائعة بزاف بزاف. البنات غادي تجربوها وغادي تعجبكم وغادي توليو مدمنين عليها وغتبقاو ديروها دائما، فهي صراحة سريعة في التحضير. وبالنسبة للمقادير متوفرين في أي بيت ويمكن لكم توجدوها دغيا دغيا، يعني ما كتاخدش وقت بزاف. بالنسبة المكونات اللي غادي نحتاج انا في هاد ميني باغيت كما كتشوفوا هنايا، عندي الدقيق فورس وعندي الدقيق ديال الفينو، يعني الدقيق هذا الاصفر، عندي واحد جوج معالق كبار ديال دانون. بالنسبه هنا الفخوماج موزاريلا هذا فقط للتزيين، ولكن ضروري في هاد لي ميني باغيت هادو كيعطيهم واحد اللمسه زويونه صراحه. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا يعني غادي نحتاج هنايا الزبده، واحد 4 دامات ديال الزبده هكايا، واحد شويه ديال الملح، يعني اللي غادي تكفيني في الكميه اللي غادي نحتاج انا على حسب افراد الاسره ديالك. بالنسبه لهنايا عندنا خميره يعني ديال الخبز، عندنا خميره ديال الحلوى، وعندنا واحد المعلقه ما عامراش ديال السكر السنيده. بالنسبه للسميتو بالنسبه للباكيت ديالنا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج، وعندنا يعني الماء يكون دافي. بالنسبه للحشوه كما كتشوفوا هنايا، بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، كل واحد وشنو بغى يعني يعمر هاد ميني باغيت، ماشي ضروري هاد الحشوه هادي بالضبط. هنايا انا احتاجيت يعني الكبده ديالي اللي انا سلقتها واحد شويه بمليحه وبشويه ديال الخل باش تحيد من هذيك الزفوريه، هي واحد شويه تسلقات باش منين نجي نقطعها ما تفتتش ليا، مع ملي كتكون الكبده خضراء وكتقطعيها كتفتت لك، يعني ما كتعجبنيش انا هكاك وكيبقى فيها داك البقايا ديالها، ما كتعجبنيش كتجي شويه زفره. بون بعد بالنسبه لهذه الطريقه هذه صراحه ما كتجيش زفره، وتا في تقطيعها كتجيك على شكل مربعات هكايا. بالنسبه لهنايا كيف قلت لكم الحشوه اللي غادي نحتاج فيها، عندنا بصله كبيره مشلضه يعني متوسطه ماشي كبيره بزاف، عندنا واحد الخيزويه حتى هي محكوكه على هذا الشكل هذا مبشوره على هذا الشكل، وعندنا القرعه خضراء حتى هي مبشوره على هذا الشكل هذا، وعندنا ضمات ديال الزبده، لان صراحه انا بالنسبه لي لهاد بحال لي كيش وهاد التخربيق كامل ما كنطيبش الصلصه ديالو اولا الحشوات ديالهم بالزيت المائده، لا ما كنديرش، كندير غير الزبده. بالنسبه لهنا كيف قلت لكم غنحتاج 4 ديال الضامات صغيورين نقطعهم ديال الزبده، عندنا واحد شوي ديال الثومه كما كتشوفوا، الملح حسب يعني حسب الكميه اللي عندي، عندي الخرقوم يعني عواد طبيعي، عندي البزار شوي شوي يعني ما تقووش بزاف، وعندي السكينجبير والتحميره، وعندي الزعتر. بالنسبه للمنسمات البنات نتوما حرين ديروا الزعتر اولا الزعيتره اولا ازير اولا الحبق اولا اللي متوفر عندكم. بالنسبه للحشوه كيف قلت لكم تقدروا ديروها بالكبده، تقدروا ديروها بصدر الدجاج، تقدروا ديروها بالطول، المهم كتبقى انا بعض المرات كنديرها غير بالبطاطا البنات، البطاطا كنشدها كنسلقها وكنصفيها، من بعد كنطحنها كندير فيها شويه ديال الربيع، الزعتر هكا بزار، الملح يعني الثومه هكايا فيها، وكندير فيها الجبن يعني داك الجبن اللي كنشريو داك الجبن الحلو ماشي داك المر الحلو، كنحطو معها كنخلط مزيان كلشي وكنعمرهم غير بهاد البطاطا. وملي كندير الحشوه ديالي كندير الفخوماج، الصراحه كتجي رائعه وكتجي حتى هي زويونه. اليوم بغيت نشارك معكم ديال الكبده، جات الفكره انني نصاغ بالكبده كما كتعرفوا ملي كنجيبوا الدجاج يعني كنغسلوه، الكبده ما كنحتاجوهاش يعني في المرقه ديالنا اولا من غير في الدجاج محمر، اولا هكا ملي كنجي تجيب ماما هكا الدجاج وكنغسلوه كنديروه في الفريكو، يعني كنخلي الكبده ديالو بوحديتها لهاد الحوايج بحال هكا كنبغي نعمر بها هكا لي شوسون ولا هكا ميني باغيت ولا المهم المهم كنحتاجوها في هاد الاشياء هادي. دابا ما نطولش عليكم الغزالات ديالي، ندوز نوريكم الطريقه وكيفاش كيجي، والصراحه والله العظيم غتجربوه كيجي هائل وغزال زويون. كما كتشوفوا دابا غنجيب الاناء ديالي العجانه، غادي ندير هاد الدقيق ديالنا كامل. بالنسبه للدقيقه البنات على حسب الكميه وافراد الاسره اللي عندك، غادي نضيف فيه هاد الزبده صافي وغنبقى نرملو. ها بالنسبه للخميره والخميره كيماويه والملح والسنيده نكب فيهم شويه ديال الماء الماء دافي صافي، وغنخليهم يتفاعلوا ليا وينسجموا مع بعضياتهم
صافي كيف قلت لكم غادي ندوز نرمل هاد الدقيق ديالي في الزبده. اللي صراحه هاد الزبده راه كتعطي اي حاجه حتى الخبز. بالنسبه حتى الخبز ديالنا اليومي اللي كنعتمدوا عليه في الاطباق ديالنا المغربيه، ممكن مثلا ملي تعجنيه كاع وتسالي وتبغي تقرصي ديري فيه واحد المعلقه ديال الزبده وتحاولي تعجنيه مزيان ودلكيه تلقيه. الصراحه راه كيجي خبز هائل وكيجي مشفنج وزبون وخفيف. كيف قلت لكم صافي غادي نرملو بهاد الزبيده ديالي حتى يترمل لينا مزيان. ما رملنا الدقيق ديالنا كما كتشوفوا ولا بهذا الشكل هذا مرمل، صافي غادي نضيف داك دانون ديالي مسوس، جوج معالق البنات كبار ماشي كامل، ما ديروهش كامل على حسب الكميه، المهم على حسب الكميه اللي عندكم. بالنسبه لي انا نحتاجيت واحد جوج كيسان يعني ديال الفورص وجوج كيسان ديال الدقيق الفينو. صافي وغنضيف هذيك الخميره ودوك العناصر اللي كنت فزكت هنا صافي، وغادي نعجن العجينه ديالي عادي عادي بالماء دافي. بالنسبه للبنات لهاد العجينه خاصها تكون شويه مطلوقه، يعني ما تكونش عاقده، يعني تكون مطلوقه. هي واخا شويه غادي تعذب في الخدمه ولكن الصراحه في الماكله ديالها كتجي زويونه، احسن ما كتخلي العجينه هكا قاصحه شويه ما كيجيش زويون، ما كيطلعوش زويونين. صافي غادي نستمر في العجن الخليط ديالي حتى نسالي، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نحصل على العجينه. من بعد ما سالينا العجينه ديالنا كما كتشوفوا البنات كتجي بهذا الشكل هذا، يعني الصراحه خاصها تكون شويه مطلوقه يعني ما تكونش ناشفه. صافي غادي نجيب الكيس يعني هاد البلاستيك الغذائي، صافي غادي ندير فيه العجينه ديالي باش نخليها واحد شويه ترتاح، ومن بعد غادي ندوز نطيب الحشوه ديالي. صافي كما كتشوفوا غندير الحشوه ديالي طيب، ندوب لي هاد الزبيده فين نشحر فيها هاد المكونات ديالي كاملين. تتعقد لينا بالنسبه لهاد الصلصه هادي البنات ما يبقاش فيها الماء، يعني حتى ينشف لينا كامل ما يبقاش لينا فيه الماء نهائيا. صافي من بعد ما وجدت لينا الحشوه ديالنا كما كتشوفوا، يعني الصلصه ديالها ما كايناش، ها نتوما كتشوفوا يعني نشفتها مزيان. صافي غادي ندوز نحطها في الجنب نخليها تبرد شويه ونوجد لي باغيت ديالي. صافي من بعد ما حطيت ساليت الحشوه ديالي حطيتها ترتاح، غادي نجيب العجينه ديالي. نتوما كما كتشوفوا البنات كتكون مطلوقه يعني ما تكونش عاقده. غنجيب شويه ديال المايزينا يعني فين غادي نسرح العجين ديالي. انا الصراحه كيعجبني نخدم هكا على سطح العمل، كتعجبني هكا الخدمه كتجيني دغيا دغيا. صافي غنجيب العجينه ديالي، يعني غنحاول نديرها على شكل باغيطه كبيره. صافي وغنبقى ديك الساعات نقسمها على اجزاء، يعني المقياس اللي بغيت انا. بغيتهم كبارين غناخد الشكل كبير، بغيتهم صغيورين غناخد الشكل صغيور. بالنسبه لي انا غادي ندير معكم هنايا جوج ديال الاشكال، يعني جوج ديال الشكيلات. فبالنسبه للشكيلات كما كتعرفوا راه مهم نتوما كتفننوا فيهم بالطريقه اللي نتوما بغيتوا. نقسمها على النص هكذا صافي، وغنبقى ناخذ الكميه اللي غادي نحتاج. بالنسبه لي انا غنحتاجهم قد هكا، يعني ما نديرهمش كبارين بزاف وما نديرهمش صغيورين عاوتاني بزاف. انتما كتشوفوا البنات العجينه دايره جاريه يعني ماشي عاقده. صافي كما شفتوا يعني غادي نجيب القطع ديالي وغنبقى نمشيهم هكايا على شكل باغيطات، وغادي نحط حتى نسالي الكميه اللي عندي. صافي البنات من بعد ما شكلتهم غادي نجيب وحده، يعني غنخدمها قدامكم، ندير شويه ديال هكا مايزينا يعني باش ما تلصقليش العجينه، وصافي غنبقى نمشيها يعني بهذا الشكل هذا. ما يكونش السمك ديالها غليظ بزاف وما يكونش ضعيف بزاف، يعني ما بين وبين.
صافي، لو بقات لي واحد الجهه مثلا ما قستهاش بالمدلك ولا هذه، نقدر نقادها بيديا عادي. صافي غادي نجيب الحشوات، قبل ما نجيب الحشوه غنجي لهنا للراس ديال السميته ديالي العجينه، وغنحاول ندير لها بحال هكا يعني باش ما تبقاش لي على شكل مستطيل. العجينه عندي باقا شويه ما تلقاتش في الحقيقه، تقدروا تخليوها حتى لساعه دابا بغيت نوجدها، داكشي علاش دغيا غادي صافي غنجيب الحشوه ديالي غادي نديرها فيها هكذا. صدقوني البنات راه كيجيو غزالين هاد لي ميني باغيت، كيجيو زوينين الصراحه حتى في اللذه كيجيو غزالين. صافي وغندير الفرماج ديالنا. غادي نجي هنا البنات الجنب ديال السميته ديالي، غنحاول نقطعها هكايا بالموس يعني قطع متساوية، يعني بحال هاد الجهة بحال هاد الجهة، يعني يكون نفس العبار. وصافي غادي نجيب هاد الراس ديالنا غادي ندير ليه هكا، وغادي نبقى نمشي هادو هاد الضفيرات ديالي على شكل ضفيره، يعني غنجيب الاولى غنديرها هنا وغنجيب الثانيه عاوتاني غادي نديرها فوقها، وغادي نستمر في هاد العمليه حتى نسالي ميني باغيت ديالي كاملين بحال هكا بهذا الشكل هذا، يعني حتى نسالي الكميه اللي عندي، يعني ساهلين ما فيهمش يعني ما كياخذوش وقت كثير الصراحه، وحتى في الشكل ديالهم وفي المذاق كيجيو غزالين، يعني كتنسي داك الثمره ديالهم. غنجي لهاد الاخرين البنات ما غاديش نسدهم، غنحاول نسد بهاد العجينه هذه، وعاد غادي ندير هاد سميتهم ديالي هكا بهاد الطريقه. صافي وها ميني باغيت ديالنا واجدي. صافي البنات كما كتشوفوا غادي نجيب شويه تاع مايزينا غادي نديرها باش ما تلصقليش العجينه، وصافي صافي وغنحاول نمشي هاد ميني باغيت ديالي بهاد الطريقه هذه. الصراحه صدقوني كيجيو غزالين وكيجيو زوينين لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم، حتى في المذاق كيجيو زوينين الصراحه. انا بعدا كيعجبوني شخصيا كيعجبوني انا دائما يعني كنديرهم، واليوم جاتني فكره نديرهم وقلت نشاركها معكم. بالنسبه للطريقه او للتزيين او لهذه فكيبقى اختياري كل واحد والشكل اللي كيعجبو وكيفاش كيعجبو يزين هاد لي ميني باغيت او لكيش او المهم اي حاجه من هاد المملحات ديالنا. وبالنسبه للحشوه كل واحد والحشوه اللي كتكون متوفره عنده، راه ممكن ديري اي حشوه ماشي من الضروري ديري هاد الحشوه هذه مثلا اللي انا شاركت معاكم، ممكن ديري اي حاجه عندك متوفره في البيت. صافي غادي نجيب الحشوه ديالي كما كتشوفوا، غادي ندير الحشوه ومن بعد غادي ندير فوقها الفخوماج ديالنا اللي صراحه كيعطي واحد اللذه اكثر واكثر وكتجي زوينه. ثم كتعرفوا الموتزاريلا كتعطي هذيك التعليكه كتجي غزاله وكيجي زوين. غادي نجي لسميتو الجانب ديالي غادي نحاول نقطع بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما عندكم مناش تخافوا غير قطعوه. صافي غادي نمشي هكا حتى نقطع العجينه ديالي، راني قلت لكم البنات شويه غادي تعلكشكم في الخدمه، ولكن الصراحه راه كيجي الشكل ديالها زوين وحتى المذاق كيف قلت لكم. صافي غادي نستمر هكايا حتى نسالي وغادي نجيب هاد الراس ديال السميته ديالي غادي نحطو هكا. صافي وغادي نبقى نمشي على شكل ضفيره، يعني واخا تبان لينا الحشوه البنات ماشي مشكل، واخا تبان ماشي مشكل. صافي وغادي نمشي هكا كما كتشوفوا بهذه الطريقه، هذه سهله وبسيطه وممكن اي وحده ديرها ما تعكزوش صراحه، راه كتجي زويونه وكتجي غزاله في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها الصراحه كتجي زويونه. صافي غادي نجي للاخر هذا ديالي، عفوا سمحوا لي، غادي نجي هنا للاخر وغادي انتني بهذا الشكل هذا، عاد غادي ندير ديك الضفيره باش يتسدوا لي تسد لي الحشوه من الاخر ديالها.
صافي. وها ميني باغيت ديالنا واجدين كما كتشوفوا، كيجيو بهذا الشكل هذا. للصراحه كيجيو رائعين والله، كيجيو غزالين. نتمنى ان شاء الله ديروهم ويجيوكم حتى نتوما زوينين كيف كيجيو ليا، وغادي توليو مدمنين عليهم. دابا ندوز نسالي الاشكال ديالي كامله، ومن بعد ندوز نوريكم الشكل الثاني اللي غادي نشارك معاكم. صافي، من بعد ما ساليت ميني باغيت ديالي بهذا الشكل هذا، خرجوا لي هنا 8. صافي، غادي ندخلهم الفران يطيبوا، غندوز ندير معكم الشكل الثاني. غادي ندوز ندير معكم الشكل الثاني، غادي ناخذوا على هذا الشكل هذا. صافي، غندير المايزينا. صافي، وغادي نبقى ندير لكم نفس الطريقه، يعني بحالو بحال الاخرى، غير هذا شويه غادي يكون شويه مختلف في الشكل ديالو، اما الحشوه غتكون نفسها. صافي، غادي نمشي العجينه ديالي. بعد ما مشيت العجينه ديالي كما كتشوفوا، غنجيب واحد المول، انا غنحتاج هذا، بغيت هذا هكا دائري. صافي، غادي نقطع. بالنسبه لي هنايا غادي نحتاج ثلاثة، يعني غيجوني ثلاثة هذا الشكل هذا. صافي، غادي نحاول نحيدهم من العجينه، حقاش البنات العجينه راه كيف قلت لكم راها جاريه بزاف، يعني باش يجينا سميتو ديالنا رطب وزويون، وحتى هكا باش كتكون العجينه يعني لينه كتجينا الحاجه مزيانه احسن. صافي، غادي نجي لهاد الثلاثه هادو ديالي. صافي، كيف قلت لكم غادي نجي لهاد ثلاثه القطع اللي عندي، غندير فيهم واحد التقطيعه هنايا في سميتو واحد ربعه ديال الشريطات هكا. يعني هادو غنديرهم من الفوق باش نزين بهم باش يجيو مفتوحين لينا. صافي، غادي نجيب الحشوه ديالي، غادي نعمر هاد الخبيزات، يعني هاد الدائرات ديالنا كما كتشوفوا، وغادي نجيب الفخوماج ديالي. انا الصراحه كيعجبني الفخوماج موتزاريلا، كيعطيهم واحد المذاق الصراحه زويون، و حتى ديك التعليكه ديالو ملي كيبقي يتجبد صراحه كيعجبني. صافي، وغادي نجيب هاد سميتهم ديالنا، غادي نديروهم من الفوق، وغادي نحاولوا نضغطوا هنايا البنات. بالنسبه لهاد السميته هنايا ما تحاولوش توصلوا الحشوه حتى للاخر. صافي، غادي نستمر هكا. صافي، من بعد ما درت الحشوه ديالي وتكيت عليهم في الجنب البنات، شوفوا غادي نجي لهنا الجنب ديال السميته ديالي، وغادي نبقى ندير هكا، يعني غادي نبقى نجر ونحط ونضغط، نجر ونضغط باش كيجي داك الشكل في الجنب ديالها هكايا. بنفس الطريقه غادي نستمر هكا حتى نسالي الدوائر ديالي كاملين، ومن بعد غادي ندخلهم الفرن يطيبوا، وغادي ندوز نشاركوا معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا، يعني غادي نستمر هكايا حتى للنهايه، يعني حتى نسالي الدائره ديالي كلها. هانتوما كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا، صراحه راه كيجي زويون بالنسبه للشكل ديالهم. كيف قلت لكم يعني انتوما احرار تنوعوا فيه كيف ما بغيتوا، وكما كتعرفوا الطبخ المغربي ديالنا تبارك الله راه هو شهي بدون ما تبقى هكا، يعني تبقاو هكا تعطيوهم لمسات او لا، فاش كتعطيوه لمسه راه كيجي اكثر واحسن، يعني بنفس الطريقه حتى نسالي كيجي هكا مضفور من الجنيبات وزويون في الشكل ديالو. هانتوما كما كتشوفوا صراحه كيجي رائع وكيجي زويون كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال ميني باكيت ديالنا اللي انا درتو بهذا الشكل هذا، اللي صراحه كيجي غزال لا في الشكل ولا في المذاق ديالو. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، صدقوني البنات غادي يجيكم غادي يعجبكم ان شاء الله الا جربتوه. كما كتشوفوا هنايا داك الفخوماج اللي فيه كيجي بهاد سميتو هذا، يعني كيجي هكايا كيتجبد فيه وكيجي رائع رائع في المذاق ديالو. بالنسبه للحشوه نتوما شفتوها حشوه عاديه، يعني بامكاننا حنايا من لا شيء ممكن نصنعوا طبق اللي هو راقي، خاص غير نعرفوا كيفاش نتفننوا في الاطباق ديالنا.
فما نطولش عليكم الغزالات ديالي، نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ولقى تعاليق زوينه بحالكم. وما تنسوش البنات بارطاجيو مع العزازين عندكم، وما تنسوش لي لايك باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. وصراحه بكم انتم باش انا كنتقوى وكنزيد نعطيكم اكثر واكثر. ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ودابا غنقول لكم بسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.